تحفة. طب نسمع رد الأستاذ جمال. أستاذ اتفضل. أنا الأزمة، أنا عارف إن الموضوع أزمة الثقافة المصرية والمخاطر اللي بتتهددها، لكن السؤال ما يتهدد الثقافة المصرية في هذه اللحظة التاريخية؟ من يسأل عنها؟ هل يسأل عنها عبد الواحد النبوي، ولا يسأل عنها جمال العسكري اللي كان مدير نشر، وأحمد مجاهد اللي رئيس هيئة، ومحمد عبد الحافظ اللي رئيس هيئة، وإناس اللي رئيسة الأوبرا؟ هم أولا اللي يسألوا قبل أن يسأل الوزير. الوزير لسه طارئ علينا من 4 شهور. انا طب ما هو من 4 شهور بس، يعني الخطوه اللي اخذها واللي اتكلم عنها الاستاذ محمد فاضل مرتين دلوقتي، مساله انه يعمل اتفاقيه مع وزاره الاوقاف انه تعمل ندوات ثقافيه داخل المساجد. بص يا سيدي الفاضل، الازمه المثقفين اللي تعالوا، انا كنت بدعو لده من اكثر من 15 سنه. بتدعو لايه يا استاذ جمال؟ انا هقول لك اهو، الدكتور احمد هيكل الله يرحمه، اما دخلت عليه مكتبه وقلت له يا استاذنا المساجد لا تترك للجحيم والنعيم فقط. مساجد الكوفة والبصرة كان يقرأ فيها ديوان أبي نواس، وكان يقرأ فيها الكتاب لسيبويه، وكان يروى الشعر. يعني أنا فهمت أن حضرتك مع ده، أنت مؤيد لده. أن أنا أروح للأوقاف أستأذنها. طب سؤال يا أستاذ جمال، هل ممكن في ندوة تثقيفية في المسجد أن احنا نناقش رواية من روايات الأستاذ إدوار الخراط مثلا؟ يا سيد الفاضل، عندك مسجد النور هما بيقزموا الموضوع وبيتصوروا ان احنا هنقعد في الجامع نحكي حواديت. امال هنعمل ايه؟ مسجد النور فيه ملحق فيه مركز ثقافي. ايه اللي يمنعك انك تعمل اسبوع فيلم في المركز الثقافي الملحق بمسجد النور؟ ايه اللي هيمنعك؟ طيب ما هو يعني كلام تقدر تخلق مناخات جديده. ايه اللي يمنعك انك انت في المركز الثقافي الملحق بالمسجد انك تعمل اسبوع افلام؟ نعرض فيلم يعني؟ يا سيد الفاضل، المشكلة أن المثقف بيترك المناخات اللي يجب أن يضع بصمته فيها. أنا أتمنى أن الأستاذ محمد فاضل يناقش في برامج التثقيف اللي بتقوم عليها وزارة الأوقاف، لأنه أكيد هيحط بصمته الفنية والثقافية، هيوسع الأفق. لن يحصر فكرة الدين في الجحيم للنار أو في نعيم الجنة. الدين جمال على الأرض، حياة على الأرض، استمتاع على الأرض،